مع الأسف فيما يتعلق بالواقع السياسي أنا شخصيا ما لست متفائلا. هناك عمليا موت أو تمويت بالأحرى للسياسة في هذه البلاد. الأحزاب تقريبا كلها أممت بشكل أو بآخر. الأحزاب التي كانت تسمى أحزاب ديمقراطية أصبحت لا تختلف في شيء عن الأحزاب التي كنا نطلق عليها اسم الأحزاب الإدارية. الصحافة المغربية تقريبا كلها خاضعة بشكل أو بآخر للأجهزة. فلا شيء يدعو للتفاؤل. بالعكس كنا نعتقد أن المرحلة الجديدة أو العهد الجديد سينفتح أكثر، سيرفع يده عن الأحزاب السياسية، عن الحياة السياسية، عن الصحافة الوطنية، عن الإعلام الوطني. ما حدث هو العكس تماما. هناك سيطرة تامة على الإعلام الورقي، الإعلام الإلكتروني، تقريبا كل المواقع خاضعة بشكل أو بآخر لهذا الجهاز أو ذاك. فشخصيا أخشى أن يقودنا هذا إلى ما لا تحمد عقبة. أنا أقول هذا بكل صراحة وأزرع الله، ليس لي مصلحة في أن أقدم صورة سوداوية عن الواقع. بالعكس أنا كنت أتمنى بحكم حماسي للعهد الجديد في بدايته أن تتطور الأمور نحو المزيد من الديمقراطة، المزيد من الانفتاح، المزيد من استقلالية الإعلام. أنت تحدثني الآن عن حرية الإعلام وأنت تسيطر على جميع المنابر، عن أي حرية تتحدث؟ الأحزاب كلها فقدت المصداقية باستثناء الحركة الأصولية، الأحزاب الأصولية التي أراهن من الآن على أنه إذا لم يتم زور انتخابات ستفوز بأغلبية كاسحة. هل هذا هو ما نريده؟ هل ستواجه العدالة والتنمية أو العدل والإحسان باتحاد اشتراكي الشقر أو بحزب استقلال شباط أو بتقدم اشتراكية نبيل بن عبد الله؟ الجميع يعرف هؤلاء وما يمكنهم أن يقدموه. يعرف أن هؤلاء وصلوا إلى قيادة هذه الأحزاب بدفع مباشر من جهة معينة. فعمليا هناك فراغ قاتل في المجال السياسي. القوى الوحيدة التي تتمتع بحد أدنى من الاستقلالية هي القوى الأصولية، وأنا كما هو معروف من أشد خصومها. أنا لا أقول هذا لأنني معجب بها أو متعاطف معها. لا شيء يدعو للتفاؤل على الإطلاق، لا في المجال السياسي ولا في المجال الإعلامي. ولمن يعتقد أنني أقدم صورة سوداوية يتفضل، أنا مستعد للمناقشة وأقدم الدليل في مقابل الدليل.